أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. نروح مع حضراتكم دلوقتي لشرم الشيخ، مدينة السلام اللي بتستعد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، وزميلنا أحمد الحسيني. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا هدير، صباح الخير يا شاذلي. بالفعل أيام قليلة تفصلنا عن قمة المناخ COP27 والمقرر إقامتها في 6 نوفمبر المقبل بإذن الله. عايز أقولك بداية أن المقيم أو الزائر في مدينة شرم الشيخ هيلاحظ أن الأعمال بتتم بشكل سريع وبيتم إنجازها بشكل كبير جدا، وكل يوم، يعني مش كل يوم بس في تغيير، لا كل ساعة. بمعنى لو أنا نزلت الصبح ورجعت نزلت بالليل تاني هلاحظ في فرق في إنجاز هذه المشروعات، لأن فعلا العمال والعاملين هنا في مدينة شرم الشيخ بيواصلوا الليل بالنهار، بينجزوا بشكل كبير جدا. أنا دلوقتي في واحد من المشروعات الصديقة للبيئة واللي بيتم إنجازها هنا في مدينة شرم الشيخ، وهو مشروع إنشاء الحديقة المركزية والمول التجاري ومجمع البنوك على مساحة خضراء ومسطحات خضراء، وده طبعا بيبقى سبب من أسباب اللي يجعل مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة، وهي زيادة المسطحات الخضراء في المدينة. نتعرف على مزيد من تفاصيل عن هذا المشروع الضخم، هذا المشروع صديق للبيئة، مع مدير المشروع المهندس حسام حسني اللي مشرفنا على الهواء. اهلا بيك باشمهندس، وكلمنا في البدايه عن هذا المشروع ومساحته تحديدا قد ايه. مشروع الحديقه المركزيه بشرم الشيخ مساحته 110 الف متر مسطح، في مجمع بنوك وفي مول تجاري، تشطيبات هنا في اللاندسكيب تقريبا حوالي 80 الف متر مسطح زراعات، فيها اشجار مثمره وفيها اشجار، فيها نخل، في مسطحات بلازات، في بحيرات صناعيه ونوافير موجوده بالحديقه، هتبقى متنفس لشرم الشيخ كلها ان شاء الله. حابين نتعرف كمان على بداتوا امتى في هذا المشروع، بداتوا في انجازه من امتى، والورديات والعماله اللي بتشتغل كمان قد ايه. احنا بادئين في المشروع هنا في شهر 15/4 وشغالين 3 ورديات، شغالين بالنهار وبالليل. لو حبينا نتعرف كمان مهندس حسام حسني مدير المشروع على نظام الري هنا هيكون ازاي لهذه المسطحات الخضراء. الري هيبقى فيه تنقيط وفيه رش. اهميه المشروع ده شايفه ازاي اللي هو يكون صديق للبيئه ويوفر كمان صفه شرم الشيخ انها تكون مدينه خضراء صديقه للبيئه. المشروع فيه مسطحات خضراء بحجم مهول يعني، فالموضوع وفيه اشجار مثمره، فيه اشجار بانواع مختلفه، فالموضوع هيبقى مختلف يعني. الموضوع هنا كمية الأشجار مع النجيلة مع المسطحات الخضراء دي هيساعد كتير في ان احنا نقلل من الانبعاثات الحرارية يعني. بنشكرك شكرا جزيلا مهندس حسام حسني مدير المشروع، وزي ما قال المهندس حسام التقليل الانبعاثات الكربونية كان هو هدف من الأهداف اللي بنرجوها من قمم المناخ سواء السابقة أو في شرم الشيخ أو القمم القادمة بإذن الله. عايز أقول لك برضو في النهاية هدير أن بجوار الحديقة المركزية بيوجد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وهو مبنى صديق للبيئة تم إنشاؤه مؤخرا بأحدث التكنولوجيات، وهو أيضا يعتبر من المباني الذكية الحديثة الصديقة للبيئة. مدينة شرم الشيخ خلاص هي بالفعل هي مدينة خضراء، سيتم الإعلان عنها كونها مدينة خضراء في مؤتمر المناخ COP27 في 6 نوفمبر. وبنتابع معاكم كل يوم، مش عايز أقول لكم كل يوم، لا احنا كل ساعة زي ما قلت لكم في البداية، كل ساعة في جديد هنا في مدينة شرم الشيخ. إليكم زملائي في الاستوديو مرة تانية وصباح الخير. صحيح يا أحمد، وإحنا هنفضل نتابع معاكم كل ما هو يعني بيحدث على أرض الواقع في مدينة السلام، لأنه العالم كله أنظاره بتتجه لمدينة شرم الشيخ الشهر القادم واستضافة قمة المناخ COP27. شكرا أحمد الحسيني من شرم الشيخ.